تحياتي لكم، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من صحتين وهنا. قبل ما ابلش بدي احكي لمخرجنا علي اول شيء تحياتنا لك، اشتقنا لك. وكمان انا هيك كنت ابلش الحلقه عشان تكون عارف. وطبعا بدي احيي كل اللي قاعدين عم بيحضرونا، بدي اقول لكم يوم سعيد لكم، لانه اليوم العالمي للسعاده اليوم. ان شاء الله يا رب كل ايامكم سعاده وخير وايضا وبركه، وتقضوها مع الناس اللي انتم بتحبوها. اكيد دائما بيكون في ناس احنا بضايقونا بحياتنا، ولكن طالما في حوالينا ناس بتحبنا وبتحب الخير لنا بنكون سعيدين، زي ما انا سعيده اليوم بطلعتي بالحلقه مع الشيف خميس. اهلا وسهلا، كيفك شيف؟ كيفك؟ انا منيح الحمد لله، كلش تمام. تمام الحمد لله، انت امورك تمام؟ اكيد متحمسه للحلقه، ويا رب خير. يا ان شاء الله خير، حلقه كثير حلوه ورواء ان شاء الله، ورح نعمل اشياء زاكيه عن جد. اكيد طبعا شيف، بهاي المناسبه اكيد بدي انا احيي الوطنيه اللي انضموا لنا، دواجن الوطنيه اللي انضموا لنا بصحتين وهنا، اللي عم بيكونوا كمان موجودين معنا، الى جانب ايضا زمزم ودوبي. واكيد احنا كثير سعيدين اليوم انه يكون في عندنا هيك سبونسرز عظيمين بحلقاتنا لحتى نقدر نعمل وصفات اكثر من رائعه لكم. واليوم رح يحكي لنا شيف خميس الوصفات تبعته. اليوم حنعمل ثلاث وصفات، تنتين بالكريمه وواحده سلطه. الوصفه الاولى اللي حنعملها هي البطاطا بالكريمه، رح ندخلها على الفرن بالبايركس وراح نطبخها بالاجبان، رح تكون كثير طيبه. والوصفة الثانية هي دجاج مشوي مع خضار بصوص الكريمة كمان. والوصفة الثالثة اللي هي سلطة الجرجير مع البصل المكرمل بالسكر والزبدة مع عصير البرتقال. وصفات رح تعجبكم كثير. حلو كثير طبعا شيف، اكيد احنا متحمسين لنشوف هاي الوصفات. وما تنسوا تتابعونا على صفحاتنا على السوشيال ميديا، اعملوا شير اليوم لحلقتنا لكل اللي بيحبوا الوصفات اللي بالكريمه تحديدا هيك زيي. واكيد لطبق السلطه الاخير رح يكون طبق صحي وكثير طيب ايضا. رح نبلش معكم بالوصفه الاولى واللي وصفة هي لا خلينا مش بالدجاج، حنشتغل بالبطاطا اول شيء لانها تاخذ وقت اكثر بالفرن. اذا لوصفتنا الاولى واللي هي البطاطا، يلا. بطاطا بالكريمة عنا معلقة كبيرة زبدة، ربع كوب بصل، 2 كيلو بطاطا، مغلف مرق الدجاج من زغلول، رشة جوز الطيب، وكوب جبنة بارميزان، وكوب جبنة موتزاريلا. يا جماعة طبعاً أنا ما بقدر، يعني بما أنه أنا حييت الكل وهيك وحييتكم أنتوا كمان، ونسيت أحيي شهيرة اللي قاعدة جنبي هون، يعني كان زعلت مني، كان أكلت لي كف اليوم أنا. لا لا شكلها لطيف. لطيف كتير. أي لا ما بتزعل حدا. لا طبعاً. أنا بدي أول إشي قبل ما أعمل أي إشي بدي أعيد ابني طارق اليوم. عيد ميلاده، بدي أقول له كل سنة وأنت سالم بابا حبيبي، وإن شاء الله بشوفك دائماً ناجح. قد صار عمره؟ ويخلي اليوم صار عمره 11. 11 طب اكيد طبعا تحياتنا له. كل سنه هو سالم، كنت خايفه السؤال ما تجاوبني عليه. لا عادي. انه عمره 11. لا عادي بجاوب. لانه عادي انا مثلا كل عيلتي صرت انسى قد ايه اعمارهم. هو المفروض انه 11. مش متاكد صف رابع هو صح ايش بيكون. سؤال للشخص الغلط. اكيد تحياتنا له لطارق، كل سنه وانت سالم. كل سنه وانت سالم حبيبي. بالعمر كله يا رب. الله يسلم. يعني عن جد الله يخلي لك هيك اب رائع. شكرا جدا بلتا. عن جد شكرا 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 لك شيف خميس. شكرا. اكيد طيب شيف، البطاطا اليوم انت يعني اسمع البطاطا بمزاج اللي انا قاعده عم بقيس كل وحده قد ايه. لا هم كلهم نفس الشيء لانه مع الماكينه مش بايدي. هلا راح اشرح لكم عن البطاطا، بس اول شيء بدنا نعمله بدنا نعمل الصوص اللي راح نشرب فيه البطاطا قبل ما ندخل على الفرن. هو كثير بسيط، بصل وزبده وكريمه. أوكي. وراح نضيف كمان باكيت مرق الدجاج من زغلول. للناس اللي صايمين او ما بعرف الصيام بعده شغال بنقدر نستغني عن هذا الموضوع. أوكي. تمام؟ تمام اوكي. اول شيء بدي اعمله بدي احط الزبده بالطنجره. حلو. بعدين احط عليهم البصل. البصل. حلو. اوكي طيب شيف، يعني بس مبدئيا عشان بس احكي شوي على البطاطا انا. قولي. ست البيت ما عندها ماكينه، تقطيع البطاطا رح يكون كيف ما هي باختيارها صح؟ 100%. اوكي بس انا هلا رح اشرح عنها. طب خليني اطول وحده واحكي. شوف علي حبيبي بتقدر تاخذها، شوفوا قديش انا مقطعها كثير رقيقه زي يعني سمكتها بالضبط زي الشيبس بالضبط. انا اعملها ها يلا هيك ها. اوكي شوفوا كيف انا كثير مقطعها رفيعه. سمكتها كثير صغيره. خلاص بعدين بنحطها في المي. اوكي كل ما كانت رفيعه كل ما كانت افضل عشان
هي الفكره من الموضوع انه كل ما كانت طبقه البطاطا رفيعه بتتجانس اكثر مع الجبنه والكريمه، كل ما كانت خميله كل ما الطعمه راحت للبطاطا اكثر مش للجبنه ومش للكريمه. تمام. فعشان هيك كل ما رفعنا البطاطا كل ما كان افضل بتقطيعها. طيب شوف يعني اختيارات تانية، اذا كانت البطاطا مثلا مو قادرين نقطعها رفيعه ممكن ان نسلق البطاطا شوي نص سلقه قبل ولا احكي لك شغله. هلا في ماكينات على فكره كثير سهل انها تقطع، في يعني في كل في اشياء بتنعمل زي تشيبس المبرشه هي زيها في على نفس المبرشه بتطلع معك منيحه كمان ما في مشكله. تمام. طيب بعد ما قلبت الزبده مع البصل بدي احط رشه ملح مندوبي. تمام. اوكي. بعدين فلفل اسود. اوكي. بعدين ححط جوز الطيب. دائما انا بصوصاتي للكريمة فانيتا كثير بحب استخدم جوز الطيب، بتضيف طعم صراحه كثير طيب. صح. خصوصا مع الكريمة يعني. صح 100%. اوكي. بنقلبهم مع بعض. تمام. بعدين بدي احط عليهم شويه من المي السخنه وباكيت مرق الدجاج من زغلول. حلو. اوكي. يا دوب قد ايه حطيت انت يعني؟ يا دوب ربع كاسه كانه. لا حطيت نص كاسه، هيدا احط كمان شوي. هيك صاروا كاسه. يس. اوكي. منيح؟ زي ما بدك شف. طيب. انت ادرك. يعني احط عليها هلا باكيت مرق الدجاج من زغلول. تمام. نتركهم يغلوا مع بعض وبعدين رح نضيف عليهم الكريمه. اوكي. تمام. حلو، يعني وصفه سريعه كثير شف وطيبه لانها هي بالفرن، هي صحيح زكاويتها بالفرن. صحيح. وكمان بتقدروا تضيفوا فيها كمان اعشاب اذا بتحبوا. تمام. انا راح احط رشه من الزعتر الناشف عشان نحكي على العشاب. اوكي. تمام. هلا بدي احط الكريمه ونطلع فاصل. يلا اوكي شيف، معناته خلينا نطلع لفاصل صغير عشان بعديها نطبق البطاطا. يلا. احنا معكم اكيد مكملين بالحلقه المميزه اليوم من وصفات الشيف خميس كمان بصحتين وهنا، وكنا قبل الفاصل عم نحط تفضل شيف كنا قبل الفاصل عم نحط الكريمه على النار لحتى تستوي مع البصل وايضا حبه البركه وايضا الزبده. حبه البركه خلوني احكي لكم انا مش حبه البركه، ايش كانت؟ جوزة الطيب. جوزة الطيب. جوزة الطيب. ما انت ضروري يعني انت فتت علي وانا قاعده عم بحكي شيء. بدك افوت انا يعني على الوصفات وانت بتحكي؟ لا 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 الله يسامحك. طيب يلا احكي لهم احكي لهم احكي لهم. يلا كملي. لا والله لا خلص. اسمعي حطيت. طيب مش حبه البركه على اساس ما بخربط فريزر وفرن هو. لا طيب اوكي. طيب شوفي قديش انبسط علي. طيب اسمعي احنا عملنا الصوص خلص. أوكي. يعني الكريمه طبخناها مع جوز الطيب والبصل والزبده وحطينا عليها شويه زعتر ناشف. عندي هون البطاطا احنا شرحنا عنها شو سوينا فيها بالضبط. فكره من الموضوع انه دائما لما بنقشر البطاطا او بنقطعها بنت لازم نحطها بمي عشان ما تسود معنا. تمام. طيب بما انها عندي هون الكريمه غلت انا راح اعمل هيك راح اشربها شوي صغيره يعني راح تحط بيس لل صح 100% للبطاطا. صح. اوكي تمام. بعدين نبلش نصفط البطاطا بهذا الشكل. اوكي. طيب شيف ما هو يعني قولي. البطاطا صراحة كثير رفيعه يعني اذا بدك تقعد تصفط فيها بكره رح تخلص. لا انت ما عليك، احنا هلا بنحكي موضوع متأكد؟ عن بالضبط. انت ما رح تحكي الموضوع، انا رح احكي مع المتابعين. يلا احكي. اوكي. اول شيء بدي احيي اخلاص المناصير اللي من اول التعليقات اللي موجوده عندي، تحياتي لك يا اخلاص. وراح احكي كمان لام احمد قويدر تقول لنا مساء السعاده، مساء الفل والياسمين. وعندنا كمان محمود الشالودي بقول لك شف بده طريقه شاي الكرك. حاضرين. هلا احنا بس بدي انبه شغله انه شف هانيا عملت وصفه كامله لشاي الكرك، ممكن انه تشوفها كمان على اليوتيوب اذا بتحط اسم الشيف وصحتين وهنا وشاي الكرك ممكن انها تطلع، ما بعرف بتوقع انه تطلع. معادل النمري مساء الفرح والسعاده عليكي ايضا، بتقول يا عيني على الخمر. شكرا لك يا ام عادل، وبتحييك كمان شيف خميس وصفاتك الروعه، عم تحضرنا هي وبنتها رانيا، تحياتنا لك يا رانيا. ام احمد بتقول لك منور شيف. اهلا وسهلا. وخالد صالح كمان من الدوحه من قطر عم بهدي طارق اجمل التحايا وكل عام وهو بالف خير بقول لك. شكرا شكرا لك. سهى الشخشير بتقول حلقه الاحد الفخمه الرائعه المتميزه المليانه بالمحبه والسعاده والتفاؤل مع بنت الاموره الانيقه المتالقه، اشتقنا لك كثير وانا كمان اشتقت لكم.
شفتوا لما هيك تعمل فيه شيف هانيا يوم الخميس، يوم الخميس يوم الخميس مبلا. على كل حال شيف بتقول لك وصفاتك متنوعه ولذيذه وابداعات مميزه جدا. شكرا شكرا. طيب بنت بدي احكي شغلي هلا. انا اول عملت اول طبقه بعدين حطيت بعدين بالضبط جبنه البرمزان وحطيت كمان طبقه من الكريمه. هلا برجع بحط البطاطا هيك. طيب شوفي يعني انت عم بتحط طبقه بترجع بتحط عليها بالزبط. جبنه كريمه بالزبط. طبقه جبنه كريمه بالضبط ليوم الاحد الجاي. هلا ممكن الاحد الجاي يعني رمضان قرب ممكن تعمليها هاي على الفطور تتسحري عليها اسمعي لا الفكره هلا بتشوفي كيف الفكره. كمان انه البطاطا بس نقطعها كثير رفيعه زي ما انتم شايفين بتستوي معي اسرع بالفرن، واكيد الكريمه وهي سخنه بتساعد على هذا الشيء. طيب كمان شغله ممكن تعملوها من دون الكريمه، ممكن تعملوها بس ب تقلبوا البصل بالزبده او بزيت الزيتون بعدين تحطوا عليها أجبان مش أجبان إيش؟ الملح والفلفل إذا بتحبوا تحطوا أعشاب، وكمان تقدر تسووها من دون كريمة بتطلع كتير كتير طيب. بتطلع طيبة هيك؟ بتطلع كتير طيب. أوكي تمام طيب بعدين نرجع بنحط كمان كريمة هيك وكمان جبنة وكمان جبنة. أوكي بهذا الشكل. هلأ بدي أحط كمان موزريلا، رش البرمزان. على فكرة من الوصفات كتير زاكية للبطاطا. على فكرة في اشياء كتير قريبة زي هاي احنا مستخدمها بالفنادق، انا معدل عليها عشان تقدر ست البيت تسويها صراحة. حلو اوكي هلا بدي احط برمزان سوري الموزاريلا. اوكي علي كنت تحكي معي صح ومش مع الشيف؟ كنت تحكي لي لإلي ولا اشي ظابط معي ولا مع الشيف؟ لانه مبدئيا هلا تغيرت قلبت الآية. طيب شف اوكي بعد ما حطيت هلا يعني عادي بنقدر نحط كمان الموتزاريلا مع البرمزان طبعا من تحت طبعا مش بس من فوق أوكي. عشان تعطيني نسبه هلا اسمعي نسبه الـ نسبه الزيت اعلى بالهون فانا عشان اضيف بس شويه هيك بدي ماده يعني دهنيه تكون تحت عشان هيك تحط تحت مش على الوجه تمام أوكي. نرجع بنكمل هيك هنا خلصنا ضايل ابو خمس طبقات بس بسيطه. طيب كمل خذ راحتك شف انا بقول لك خذ راحتك. ابو محمد الخويدر تحياتنا لك. وفاطمه حامد بتقول يسعد مساكم منورين تسلم ايدك شف على الوصفات الرائعه. شكرا. وعندنا كمان ام يوسف بتقول لابنك برضه طارق كل عام وانت بألف شكرا خير. شكرا لكم شكرا. بس بدي اقول لكم كمان انه لا الشيف ما خربط على فكره مزبوط هو 10 سنين فات بال11 سنه صح يعني ما زبطت معي اني اوقعه كل حال طبعا بس انا عندي ما مشكلة أوقعه. اكيد بس لا هو انا عندي مشكله بهذا الموضوع يعني لما بتحكي لي اي صف بحكي لك بس اذا بتحكي لي بصير احسب بس الاعمار هي شوي صعبه مش الكل كمان صح. نزير تحياتنا لك كمان. وعندنا خلينا نشوف محمود شايل كرك خلص محمود يمكن عم تنعاد عم بينعاد التعليق. اوكي اخلاص مناصير بتقول كثير حبيت وصفه البطاطا والزعتر الناشف بيطلع كثير معها طيب يسلموا ايديك شيف. شكرا. اوكي عائشه كمان ام محمد تحياتنا لك تمسي علينا. وعندنا خوله عمارين تحياتنا لك يا خوله زمان ما قرات اسمك ما من كثر التعليقات اللي بتتكرر مرات ما بكون قادره اقرا كل تعليقاتكم تحياتنا لك اشتقنا لك. خليني اشوف بسمه كمان بتقول بتحب تعيد على حفيدتها الحلوه جنى بعيد ميلادها العاشر كل سنة وهي سالمة كمان لجنى. أوكي ونسرين بتمسي علينا بتقول مساء الورد والياسمين مساء الفل يا نسرين. وعنا طارق بقول بدنا وصفة المندي اليمنية أظن عملت مندي عملت مندي بالضبط موجودة برضو شوفها على اليوتيوب رح تلاقيها رح تلاقي وصفة المندي ووصفات تانية أيضا كتير طيبة عملها شف طارق شف طارق هو لأنه اسمه طارق شف خميس يلا ماشي نمريها علي ابنك طارق واللي بعت لنا اسمه طارق خلص ماشي مرقها كثير مرقنا شغلات يا شيف خميس ماشي خلص معلش اوكي. طيب هلا نرجع نحط هيك بس شويه من هاي اخر طبقه لا خلص انا عامل اخر الطبقه الخامسه بالضبط. اوكي شفتي كيف لا لسه هاي الطبقه لسه بعدها الطبقه الاخيره اوكي يا رب. طب شيف ما بزبط اني انا امسكهم هيك افردهم هيك عشوائيا طبعا بزبط بزبط ممكن يطلع اسكى على فكره لانه انا صراحه والله بس لا انا مش هقدر اعمل هذا الشيء اوكي عشان هيك قلت لكم خلينا ناخذ وصفه البطاطا اول شيء. والله مو زعلانه بقطعها هيك البطاطا خميله وبحطها بالفرن ان شاء الله 10 ساعات مو زعلانه طبيعي بس
طبيعي. طب شيف شو رايك اروح لوصفه الوصفه اللي وراها؟ اسمعي اسمعي اسمعي، لا انا هلا هيك خلاص اخر طبقه، هلا بدي احط اخر شيء كريم على الوجه بعدين احط الجبنه. بس انا شو بدي اقول لك، خدي وصفه، خدي خدي خدي، تفضلي يا دانا. خدي خدي وصفه الدجاج المشوي وبكون انا هيك خلص حطيت الطبق الاخير. خلص طيب شايفين، ناخذ الوصفه المقادير، بكون حط الطبق الاخير. يلا للمقادير. للدجاج المشوي بالكريمه عندنا معلقتين كبار زبده، عندنا دجاجتين من الوطنيه، نص كوب بصل مفروم، كوبين بروكلي مقطع، حبتين ذرة طازجة، وعنا معلقة كبيرة زعتر ناشف، معلقة كبيرة توم باودر، ومعلقة كبيرة بصل باودر، وعنا معلقة كبيرة بابريكا حلوة، ومغلف مرق الدجاج من زغلول. اوكي شيف خلصنا، عملنا الطبقات المليون، احنا عملنا طبقه 3000. اوكي اوكي، هلا بدنا نغلفها بالقصدير وندخلها على الفرن على درجه حراره 200 لمده نص ساعه. تمام، معناته راح نحطها بالفرن ونروح لفاصل صغير ونرجع لكم. يلا طبعا رجعنا معكم بوصفاتنا، وبعد الوصفة الأولى احنا أخذنا المقادير قبل الفاصل، ولكن هلأ خلي شيف خميس يحكي لنا كمان عن تفاصيل هاي الوصفة لحتى نبلش بتطبيقها. أوكي، أول إشي عملته جبت دجاج الوطنية قطعته وسلقته. أنتوا بتقدروا ما تسلوه، بس كمان برجع بقول دائما أنا بحب أطبخ كل الأكل عندي على الهواء، يعني خلص بحب أطبق كل أكلي على الهواء، عشان هيك أنا دائما ما بسلق الدجاج أو اللحم لما بكون بشتغل فيها. تمام. طيب راح أتبل الدجاج بالزبدة والبهارات اللي أنا حكيت عنها، اللي هي البابريكا الحلوة والثوم والبصل البودرة، معهم الزعتر مع الزبدة والملح والفلفل. بس بدي أدهن الدجاج المسلوق عندي هون من الوطنية وأدخلهم على الفرن، ونبلش نجهز صوص الكريمة مع البروكلي والذرة الطازجة. طبعا بتقدروا تضيفوا أي نوع خضرة، إذا بدكم كوسة جزر بهاي الوصفة، بتقدروا تحطوا فطر. ما لقيتوا ذرة طازجة وقت ما كانتش موجودة ممكن تستخدموا الذرة الحب. طيب أنا حميت عندي هاي الكسرول أو هاي القلاية الصغير، راح أضيف عليها الزبدة. تمام، حامي منيح هي عشان ايش اسرع نستغل الوقت، بس من دون ما نولع المطبخ. كيف بس كيف هاي فقرة الساحر؟ عن جد فقرة الساحر. راح احط شوية بصل. اوكي، وراح اضيف عليهم راح اضيف عليهم كمان شوية زيت زيتون. تمام، عشان نضيف لي هاي التبخيرة. ليش منيحة شف؟ ايش يعني التبخيرة؟ للوجه يعني، للمسامات، للرئتين. ما بفهم، شفت بس ها صار اشي؟ لا خلص تمام، خلصنا نطفينا الغاز بعد ما استنى. طيب راح احط هلا البصل البودره. تمام، توم بودره. اوكي، طب شو الفائده شف اذا احنا حطينا بصل عادي كمان حطينا بودره؟ بيزيد النكهه، بيعززها؟ طعم اكيد مختلف بنتها، مش اذا انه هذه هاي بصل وهي بصل، لا طعم اكيد قوة تركيزه هذا كتير أعلى، بس إحنا بحاجة لطعمة الفريش عشان مع الزبدة من البداية. تمام تمام، هلأ بعد ما حطيت أنا البهارات راح أحط الزعتر الناشف وأحركهم مع بعض. بعدين كان فيها كريمة ولا بتهيأ لي؟ فيها كريمة هلأ فيها. بس أوكي. هلأ رح نعمل صوص فيها، مش هلأ مو مستعجل، بس عم بسأل شف والله. لا أنت مبين مش مستعجل. راح أحط بس حطيت ملح مندوبي، هلأ فلفل أسود. أوكي، أقلبهم هيك تشوفي كيف صار لونهم. تفضلي. حلو، ممتاز. حابه تاخذهم انت كمان على الهواء؟ هدول مع الكريمه بيطلعوا كتير حلو لونهم كمان لسه. اوكي، نسرب الكريمه، الكريمه شوي وبتصير هيك احلى. اوكي، هلا نيجي على الدجاج. اوكي، ونبلش ندهن فيه بهي الطريقه. طبعا بس انا بدي انوه شغله عن موضوع دجاج الوطنيه شيف.
انه الحلو بالموضوع انه هم عاملين الدجاج، طبعا عاملين وصفات للكيتو، عاملين كمان للرياضيين، وكل الفئات ممكن انه يتناولوا الدجاج، غير انه هو مغذى نباتيا، وهذا الاشي كتير مهم انه احنا نركز عليه، انه مغذى نباتيا، وايضا بيهتموا بالدجاج عندهم وبيهتموا فيه بطريقة يعني كتير منيحة. وايضا كمان في عندهم محلات، وهذا المحلات زي محلات التشيكن هاوس اللي بيبيعوا بطابع كتير مريح، وايضا عندهم خدمة التوصيل للي بحبوا كمان انه يكون التوصيل للمنزل، لانه في ناس مثلا هلا بهاي الايام من بعد الكورونا احنا اكثر شيء بنحبه انه الاشياء توصلنا جاهزة للبيت 100%. فالحلو انه الوطنية ايضا عندهم توصيل للمنزل، وغير هيك كمان في بوب اب الاول موجود بالبيادر والثاني موجود بعبدون الشمالي، واكيد راح تكون الارقام ايضا ظاهره عندكم على الشاشه وراح تقدروا تشوفوا ارقامهم. للي بحب يعرف ايضا استفسارات اخرى او عن الموقع اكثر فاكيد راح تشوفوا الارقام. شيف، هلا انت عملت هاي الوصفه، خلصت انت حطيت الزبده عليها، خلصت البهارات كمان، امتى الكريمه؟ طب احكي لك شغله عن جد، كيف ريحه الدجاج؟ اوكي، ريحتها بتشهي صراحه. هلا بنحطها بالفرن، بدنا نحمرها بس. اوكي تمام. أوكي. هلا بدنا نحط الكريمه. طب بدنا نذكر، ما بعرف اذا انت حكيت او لا الموضوع، بس احنا المفروض انه لو بس لانه احنا حلقه فاحنا سالقين الدجاج صح، لو هم بالبيت مو ضروري صح؟ هلا مو ضروري، بس بدها تختلف الطريقه، يعني لازم نحط شويه مي مع الدجاج ونغطيه وندخله، بعدين نرجع نكشفه ونحمره بالاخر. تمام فهمت عليك. اوكي هلا بدي اسوي الكريمه عشان فانيتا. اوكي، عشان فانيتا تسكت، عشان فانيتا هي الكريمه جماعه. علي ركز لها الكريمه هي. اوكي شكرا. هاي زي كاس شكراً. العالم ربعت لي. شكرا. طيب اوكي، احسن إشي معنا بتعرف شو؟ انه علي كثير متفاهم معنا، يعني متفاهم، ما بصدق واحد فينا متفاهم معك ضدي. الله يسامحك يا لا انا فانيتا مش رح ندق ببعض. الله يسامحك بالضبط، مستحيل. طيب هلا بدي حطيت زيت الزيتون، هلا بدي احط البصل واقلبهم مع بعض. اوكي لا خلاص علي، هيك كل شوي بقول لي المخرج ليش فيش كمان دخنه، جعباله خلص هيك حجبته الفقره، هو لازم كل مره نعملها، نعمل كمان هاي بتعرف اللي بيعملوها بالمطاعم اللي بتولع نار. طبعا بس احنا انت عندك بالضبط كاميرا فوق راسك شايف. لا انت ما شفتي دانا كيف بزبط. عملت على الرياكشن تبعها، انا بتفرج عليها وانا بتفرج على الكاميرا على هاي الدخنه طالعه، بتطلع لقيت دانا هناك هيك عامله. طبعا بدها تنصدم. طبعا. طيب راح احط هلا الذره الطازه والبروكلي وراح اقلبهم مع بعض. طبعا البروكلي هون انا مش سلقها، سالق طبعا اكيد الذره الطازه، بس البروكلي لا. تمام اوكي، بدي احط هلا ملح من دوبي، توم باودر. اوكي بعدين راح احط فلفل اسود، بعدين بدي اجيب المي السخنه عشان نعمل اساس الصوص والطبخه. تمام، هاي الدخنة يا علوش، خلص عملنا لك دخنة. اوكي هلا بنقلبهم مع بعض هيك وبنضيف عليهم الكريمة. اوكي بس اتركهم هيك مع بعض دقيقة يتقلبوا. تمام يتقلبوا. حلو اوكي. طبعا يوم شف انت استعملت دجاجة كاملة، جاجتين كاملات من الوطنية 100%. طيب اليوم احنا في عندنا كمان اوبشنز ثانيين من الوطنية بنقدر نستخدمهم صح؟ يعني ممكن نستخدم المسحب، الفخذ المسحب، جوانح الدجاج. حلو، في كمان صدور مسحبة عندهم 100%. اي شيء ممكن انتم بدكم اياه بتقدروا تستبدلوه تستخدموه على حسب، يعني بحس مش الكل بحب كل اجزاء الدجاج. صح 100%، معك حق. طيب انا هلا بعد ما حطيت البصله مع زيت الزيتون وقلبتهم، نزلت عليهم الذره الطازه والبروكلي، بعدين حطينا عليهم التوم بودرة وملح وفلفل اسود وحطينا عليهم شويه مي، غلوا مع بعض شوي، نزلت الكريمه. هلا بدنا نحط هذا الصوص على جهه ونخليه يطبخ على راحته قبل ما عندي الدجاج يتحمر وتصير اموره تمام. اخر الحلقه راح نطول الاثنين من الفرن عشان ننساهم. هلا بدنا ناخذ وصفه نطولهم بصل. عشان ننساهم ايش؟ مش فاهم. ننساهم اخر الحلقه عشان نطولهم باخر عشان نسويهم. اوكي حلو شيف. اوكي طيب. هلا بدنا ناخذ وصفه السلطه عشان
لانه فيها شغل السلطه. يلا معناته نروح للوصف الاخير والسلطه ونشوف المقادير تبعتها. يلا سلطة الجرجير مع البصل المكرمل عنا 2 جرجير، 2 كوب بصل شرائح، 1/2 كوب بندورة كرزية، وعنا 2 تفاح أخضر، 2 كبار زبدة، 2 كبار سكر، 1/2 كوب عصير برتقال، 2 كبيرة زعتر ناشف، 1/2 كوب زيت زيتون، وعنا 1/4 كوب خل البلسمك. اوكي شيف، احكي لي ليه هاي الوصفة تحديدا وهاي السلطة بدها شغل كتير؟ بدها شغل كتير لانه بدنا نعمل اول اشي البصل المكرمل. أوكي. هي وهذا الاشي راح يعتمد انه كيف بدنا نحط سكر بالسلطة وكيف بدنا نركب الطعمة، هذا الاشي. أوكي. اللي حكيت لك عنه. حلو. انه بده كتير شغل. اول اشي انا حميت عندي هون طنجرة، راح احط فيها الزبدة. تمام. اوكي. اوكي. بعدين عندي البصل المقطع شرائح زي ما انت شايفه. تمام. هذا هو اللي حكيت لك بده شغل اكثر شيء، عشان أوكي. عشان هيك حاولت اركبه عدل الغاز قبل ما نروح الفاصل الاخير. كان هاي اللي بيعطيها اصلا النكهه. صح. للسلطه، لانه صح. بحب طعمه الحلاوه مع سلطتك. وعشان هيك انا اخترت بلسمك، بحس أوكي. كثير البلسمك بيلبق معه الاشياء الحلوه. صح. عملنا هاني ماستر احنا بالعسل مع الخردل. أوكي. تمام. بس بحس كثير انه البلسمك بيلبق كثير مع البصل المكرمل، وكمان طعمين راح تكون فيها مفاجاه انه احنا عطين راح نستخدم عصير إيش؟ البردقان. حلو. فيها عشان تتشرب بعد ما نكرملهم مع الزبده والسكر. 100%. طيب انا بدي احط بدي احط الزبده والسكر. أوكي. خلي السكر ياخذ لون وبعدين راح نحط عليهم البصل. بدك تطلعي فاصل؟ راح نطلع لفاصل صغير وبهديك. أوكي. اغنيه دايما دموع لانه احنا هيك وضعنا حاليا. لا فاصل لا. وراجعين عن جد. وصلنا لاخر جزئيه اليوم معانا بحلقتنا من صحتين وهنا، وكنا مبلشين بالسلطه ولكن بالبصل اول شيء. فاحكي لنا شيف شو عملت بالفاصل. طيب. اول شيء عملته حطيت الزبده، نزلت عليها السكر، خليت السكر ياخذ لون، بعدين حطيت البصل عليهم ولا عملنا شيء ثاني. هلا قلبناهم مع بعض. شو اللي بدنا نسويه؟ بدنا نسويه كالتالي. بدي اعطيهم شويه عصير برتقال. تمام. اوكي. ورشه فلفل اسود. اوكي. واتركهم مع بعض ونروح نجهز السلطه طبعا. طيب شوف سؤال على عصير البردقان. مش انت دائما بتحكي عن عصير الليمون مثلا ما بتحب تحطه غير باخر الطبخه؟ صح. بنطبق شيء على عصير البردقان كمان ولا لا؟ بيختلف. لا. لا بيختلف. أوكي. ليش؟ لانه خلي لي هذه هون ما بدي اوديها، لانه نسبه السكر اعلى بالبردقان. اوكي تمام. والحموضه بالبردقان اقل من الليمون. أوكي. فعشان هيك مش حيفرق معنا كثير. تمام. طيب راح اجيب. أوكي. هذا الجوت احطه هون. باخذ مساحتي كلها. خلص ايش بدنا نعمل؟ بهون عليك يا الله. طيب شف قولي بس، في عندنا طلب من رنا بتقول بدها شوربة الحريرة المغربية وعجينة السمبوسك. اعتقد انه الشوربة انعملت قبل يومين مع ضيفة ما كانت مع هانية. اوكي. اعتقد قبل يومين بالضبط انعملت الشوربة مع الشيف هانية. مظبوط. كانوا عاملين حريرة انا شفت. اوكي. ام يوسف تسألك بصير نحط زيت زيتون بدل الزبدة؟ زيت الزيتون انا مش من الناس اللي بيحبوا يخلوه ينطبخ على النار، حتى انه لا الزبده افضل لتكرمل اي شيء بدنا نعمله، تفاح، بصل. ممكن يكون قصدها عن الدجاج او قصدها عن البطاطا، فاحكي لنا على الثلاثه شيف. احكي على الثلاثه. انه مع الدجاج ممكن نحط زيت زيتون بدل طبعًا الزبده. طبعًا. مع البطاطا ممكن نحط زيت زيتون كمان، بس المهم انه بتكرمل البصل. البصل لا. اوكي. طيب تمام. بعدين بدنا نجيب حبات البندوره. اوكي. نوزعهم بهذا الشكل. ما بدك تقطعهم اليوم؟ لا عاد انا كيفت قلت لها بدي اقطع فيهم واخذ راحتي. كثير حابب شكلهم عن جد. لا هيك انا بحبهم هيك اكثر كمان. لا انا حابب كمان شكلهم. كثير. اوكي. بعدها. طيب نهى عبد الجبار تحياتنا لك، ومحمد الشريدي تحياتنا لك ايضا، وعندنا سكينه تحياتنا لك يا سكينه،
وعندنا كمان تقول لك شكرا يسلموا ايديك شيف، وبتتمنى لطارق العمر المديد والسعيد. شكرا شكرا. وعندنا كمان سهى بتسال بصير نحط مع الكريمه مرقه دجاج بودره؟ بصير. لاي وصفه من الوصفات كلهم الكريمه قصدها تبعت البطاطا؟ احنا حطينا أكيد. اصلا مع اكيد وانا حطيت اساسا صح. اوكي تمام. اوكي شيف هلا طيب. انت هي الفكره من هاي الوصفه دمجت الحامض مع الحلو. احسنتي. مع الخضره. احسنتي 100%. لانك اليوم اختار التفاح الاخضر. هو التفاح صح. ما عمري شفت على فكره في سلطات بالتفاح الاصفر او التفاح الاحمر ما بشوف قليل كثير صح. انا بشتغل فيهم. ايش بتعمل فيهم؟ اي سلطات كثير. عملت هون قبل اذا بتتذكري طبخنا التفاح مع الزبده والقرفه بسلطه الجرجير والجوز اذا بتتذكر. بتذكرها. عملنا احنا بالتفاح. أوكي. اليوم انا حبيت التفاح الاخضر عشان نسبه الحموضه العاليه اللي فيه. اوكي حلو. اوكي تمام طيب. ناديه قرقش تحياتنا لك. طبعا ناديه قاعده عم تتابعنا كمان وعم بتقول يسعد مساكم الشيف المبدع خميس وعسل مطبخ بنتا. تسلمي لنا يا رب يا ناديه حبيبه قلبنا ناديه. وطبعا لكل قاعدين عم ببعتونا كمان اليوم يعني عن جد تحياتنا لكم. تحياتنا لكل قاعدين عم بيشاركوا برضه وبيسالوا اسئلتهم. الشيف خميس يعني اذا ما قدر يجاوب على اسئله هلا اكيد رح يجاوبكم على كل الاسئله اللي عم تسالوها بعد الحلقه. برجع بفوت هو على اللايف وبسال بجاوب. وكمان بدي اذكركم تعملوا شير للحلقه لحتى تبقى عندكم ولحتى تروح كمان لكل الاشخاص اللي بحبوا الوصفات بالكريمه. شيف 100%. طيب هلا بدنا نعمل الدريسنج. رح نحط تمام. زيت الزيتون عليهم برتقان عصير. أوكي. بلسمك ليمون وشويه ليمون. شو مخرج شوي شكله مستعجل. مستعجل مستعجل كثير بده يعني انا اسكب. فلفل اسود وملح. تمام تمام قلبهم مع بعض. هلا بما انه رمضان جاي انا كنت حكي لكم انه هذه الاشياء ممكن تجهزوها تحطوها عندكم مرتب بنات وتحطوهم بالثلاجه بس تغطيها وتحطيها على السلطه. طيب شوف تعال نوجه هيك تحيه خاصه لصديقنا وايضا زميلنا المخرج الشيف طبعا عليان اللي قاعد معنا هلا كمان بالجاليري. تحياتنا لك عليان. تحياتنا لك. اوكي لانه قاعد معنا بس عشان هيك عم بحضر وصفاتك متحمس كمان هو لإلها زي ما احنا بنتحمس لوصفاته ببهار ونار. حبيبي يا مريم حياتنا لكل فريق بهار ونار كمان. اهلا وسهلا كلهم. هيك التيم عندنا كمل بالضبط. انا وعلي وعليان مع بعض 100%. كان دخلت انت بالفاصل. اوكي هاي خلص. لا هلا بدنا نحطها هون نجيب هدول هيك. اوكي حط هاي هون ونحط عليها خلص. هلا بلشنا فقره السكب بالضبط. الدجاجات استوت والبطاطا استوت. شايفين ليه بنسلق احنا الدجاج قبل بالحلقه؟ عشان احنا ما بنقدر انه نحط الدجاج زي ما هو ني لانه بده ياخذنا لبكره لحتى نقدر نقدم لكم الطبق. فاحنا لازم نسلق الدجاج بالبيت. اللي ما بدها تسلق الدجاج الخيار بيرجع لها اكيد. واللي بتحب انها تعمل نفس الطريقه زي الشيف اكيد كمان الخيار لإلها. بنت ايش ملاحظة علي اني بعمل؟ انا ملاحظة انك عم بتوزعهم بكميات بجهات. ليش؟ فوق التفاح. فوق التفاح ما بحب كثير عشان هلا البصل بعده سخن ما بدي احطه مباشرة على الجرجير عشان ما يدبل معي ويصير منظره مش حلو. اكثر شيء ما بحبه شف خميس يسود لون الاخضر. احسنتي. اوكي فانا عشان هيك اختصرت الموضوع. تمام. بتحس بدها كمان شيء ولا خلص هيك؟ لا 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 تمام. بس دائما كل السلطه بدها مكسرات. انا خلص ما بعرف ليش. اسمعي دائما احنا بنحط مكسرات على جد. فانا اختصرت اليوم. طيب هلا سلطتنا صارت جاهزه. اوكي نجيب الدجاج من الفرن. اوكي يا الله قاعدين بالجاليري مش طبيعيين بيستنوا الواحد يحكي حكي. ماشي يا دانا ماشي كمان. انا بس عم بستنى بس انت حكيتها بس عم بستنى اشوف شو بدهم يحكوا من جوا. انت بس بدك تشوفي. طبعا بس بدي اشوف. ماشي خليني مرتاحه بس منيح اللي انا كنت ايش. اوكي اللي كنت مركز يعني عارف شو حكيت يا دانا. شوفي الدجاج عن جد شكله كثير كثير طيب عن جد. بشكر قلبي دجاجي. انت بنحط عليه الكريمه؟ انت عندك مشكله مع الكريمه؟ يعني لا هو صراحه اليوم هاي بدي اسميها سقعه انا مني. امتى بدنا نحط عليها الكريمه هاي هيك بس حابه هيك اتناقش معك شيف واغير لك جو. سالت على الكريمه بطريقه مليون مره عشان تعرفوا انه بحب الكريمه كثير.
عم بحاول اشوف اذا في أسئلة تانية. سوها الشخصية بتقول لك شكرا، منظر البطاطا بشحي بالكريمة عن جد يا سوها، حتى ريحتها كتير طيبة. أوكي ما في كمان أسئلة شيف خميس، ما في كمان الكل بقول لك شكرا ويسلموا إيديك. ما في كتير أسئلة. أوكي طيب هلأ إيش بدنا نعمل؟ بدنا نحط كل الخضرة بالكفكير. الكفكير إيش ماله؟ أوكي شيف البطاطا هي خلصت صح؟ احنا مش مشكلتنا تمام؟ البطاطا مشكلتنا الناس اللي خلف الكاميرات اللي بيحكوا حكي ما حدا بيقدر ايش يعلق عليهم الكواليس. صح فهمتي شو؟ بعد الحلقة بعد الحلقة يعني انت سمعتي شو حكت؟ طبعا هي ذكرتك بالحلقة الماضية بس هيك حبت بالزبط. يعني هاي الوصفة بس دانا بحب احكي لك كانت الموسم اللي فات من شوف ما احلى منظرها للوصفة شيف وهم عم بيحطوها على الكاميرا كتير حلوة عن جد؟ عشان يجاكر فيك قامها مباشرة. اوكي كله من علي. طيب شيف بما انه عم نسكب خلينا نذكر المتابعين كمان بوصفاتنا لليوم شو كانت. طيب هلا احنا سكبنا الدجاج، احنا عملنا الدجاج المشوي والمتبل بالزبده والبهارات. اوكي. وعملنا سلطه التفاح تمام مع الجرجير والبصل المكرمل، وعملنا كمان نفسي كان البطاطا صراحه تاخذ لون كمان، عملنا البطاطا المشويه بالكريمه وجوز الطيب كمان والزبده وجبنه البرمزان. جبنه البرمزان والموزريلا تشيز، حكيت جوز الطيب. جوز الطيب حكيت مبلا. بالضبط، هلا رح اترككم كمان دقيقه. اوكي معناته بدي اشرح شيء بس انظف وراي. طب اسمع قبل ما تنظف بس بدي احكي لزياد سمور تحياتنا لإلك لانه دائما بتابعنا، وليندا بتقول لك عم تتابعك من النمسا بتقول لك يسلم ايديك ابدعت اليوم شيف. اهلا وسهلا. ورنا بتقول بدنا سلطه سيزر برضه عملناها. كمان عملتها بلبن بطريقه مختلفه بالزبط. بس بوعدك الايام الجاي نعمل التقليديه السيزر التقليديه، وعلى فكره هي زمان كانت تقدم بطريقتين. اوكي اللايت الخفيف اللي كان نعمل هو اساسا كله البيض كان وكان عمل بطريقتين، واحد بتحس السلطه كثير ثقيله وواحد بتحسيها كثير خفيفه. احنا عملناها بالبيض بس باللبن، المره الجاي راح اعمل لكم اياها تقليديه كيف تتقدم عن جد في المطاعم. هاي لازم نحكي عنها كثير شيف لانه انا بعرف بحطوا معها شيء من السي فود، بنحط فيها انشوفي صح. اوكي طيب صح. معناته خلينا بس احكي كمان لام جميله تحياتنا لإلك، وجوري كمان تحياتنا لإلك، فادي برضو بتقول روعه شيف خميس شكرا، انفهد كمان تقول لك يسلموا ايديك، وريهام بتقول لك ابدعت شيف، وحياه ترجمان تحياتنا لإلك صديقتنا ايضا عم بتقول منظرها كتير حلو. شوفي البطاطا الوصفه. أوكي. شوفي البطاطا عن جد انت صدقت انه كان المفروض يا رب ما انحرق، كان المفروض انها تتحمر اكثر شوي بس يعني معلش بس خلص هي واضحه اخذت لون. بس بدي احكي لكم شغله، ايش شو بحكي علي؟ بدها كمان طبقات. عم بتبقبق. اسمعوا البطاطا شهيرة. بدي ارجع اعدلكم البطاطا. أوكي. كل ما كانت سمكتها رفيعه كل ما كانت افضل واطيب عشان تتشرب الطعم اكثر، وما بنحس كثير انه بناكل بطاطا. هلا لما بتكون هيك مش سميكه بنحس بالجبنه اكثر، بنحس بالكريمه، بنحس بطعمات الزعتر الموجود وجوز الطيب بين قوسين حبه البركه تاعت جوزت الطيب. اوكي فانا بنصحكم دائما رفعوا البطاطا بهاي الوصفه. أوكي. وان شاء الله تكون الوصفات عجبتكم كثير. وهنا يسلموا ايديك شيف خميس، شكرا لكل اللي تابعونا اليوم بحلقتنا، واكيد انتم على موعد من صحتين وهنا وحلقه جديده بكره راح تكون معاكم. الى اللقاء جميعا، يلا بدي اخذها معي لشهيره.